تضم البوابة العربية للتنمية قاعدة بيانات ومكتبة إلكترونية عن 22 دولة عربية. حالياً تشمل قاعدة البيانات 11 موضوعاً وآلاف المؤشرات المستخرجة من مصادر دولية ووطنية، ستتم زيادتها تباعاً. تقدم البوابة طرقاً سهلة وفعالة تختصر الوقت لتصور وتصدير البيانات، سوف نقوم بإرشادكم إليها فيما يلي. عليك أن تقرر أولاً، هل أنت مهتم بالمصادر الدولية أو الوطنية؟ اختيارك لمصدر دولي يسمح لك بتصور مؤشر واحد لأكثر من بلد، في حين توفر المصادر الوطنية البيانات الرسمية عن بلد واحد. يمكنك في أي وقت مراجعة النص التوجيهي لمعرفة اختيار المصدر المناسب. الآن للتمكن من العثور على النتائج لبحثك، اتبع الخطوات الست التالية. لقد تم تنظيم قاعدة بيانات البوابة حسب الموضوعات، وذلك لتسهيل البحث. يمكن تصور النتائج باستخدام الرسوم البيانية المتنوعة، الخط، الأعمدة أو الأعمدة التراكمية، مع خيار لإضافة علامة. وإذا كنت بحاجة إلى تصدير البيانات، يمكنك تحميل الملف في شكل إكسل، عرضه على الخريطة وحفظ الرسم البياني كصورة. تصدير البيانات يسمح لك بتحميل البيانات لعدة مؤشرات مدرجة تحت الموضوع نفسه. كذلك اختيارك لمصدر دولي يسمح لك بتصدير البيانات لأكثر من بلد واحد. سيتم تحميل ملف إكسل مفصل، حيث يتم إدراج كل مؤشر في صفحة منفصلة. يمكنك أيضاً البحث عن مؤشر محدد باستخدام إطار البحث عن البيانات على اليمين. هل تواجه مشكلة في ترجمة كلمات البحث إلى اللغة العربية أو الإنجليزية؟ يتيح محرك البحث الخاص بالبوابة ترجمة آلية، حيث سيتم عرض النتائج الخاصة بك في لغتك المفضلة، بدلاً من اللغة التي اعتمدتها في إدراج كلمات البحث. كما ترى، لقد استهلكنا أقل من 30 ثانية للحصول على نتائج لبحثنا. الآن قم بالتجربة وارسل لنا ملاحظاتك. كم من الوقت اختصرت؟ البوابة العربية للتنمية، بوابتك للمعرفة عن المنطقة العربية.